في أعقاب مقتل الطفل الفلسطيني علي دوابشي في هجوم للمستوطنين بنابلس يوم الجمعة الماضي، تبنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمرة الأولى تنفيذ اعتقالات إدارية ضد متطرفين من اليمين الإسرائيلية. وأفادت تقارير إعلامية بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية صادق مساء أمس على طلب جهاز الأمن العام الشباك بفرض حكم الاعتقال الإداري على 3 من عناصر اليمين الإسرائيلية. ومن بين التهم الموجهة للموقوفين شبهة الانضمام إلى تنظيم يهودي متطرف والمشاركة في تنفيذ هجمات.